أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن المحافظة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء المحافظة، وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين. جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها لمتابعة سير العمل بالوحدات التي تم تسليمها والبدء في أعمال الإنتاج. وتضمنت الوحدات نماذج لمصانع منتجات غذائية وزراعية وأنشطة مكملة.